السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالنا زهير تيك، اللي من قبل كان الاسم ديالها فران سوفت. وكنعتذروا على الغياب الطويل ديالنا لان القناة تعرضت للاختراق. الحمد لله قمنا بالاسترجاع ديالها، والكل الشكر كيرجع للصديق انور بالعربال اللي عنده دور كبير في استرجاع القناة. اذا الفيديو اليوم ديالنا هو معرفة باسورد الفيسبوك وجميع التطبيقات والمواقع التي قمنا بالتسجيل فيها على الهاتف او الحاسوب. اذا نبدأ على بركة الله. اول شيء كنقوم به هو كنمشيو للبارامتر، ثم كننزلو شويه لتحت وكنقلبوا على ايقونه مكتوب فيها جوجل. اذا هي هذه جوجل. من بعد كنمشيو لفوتر كومبيت دو جوجل، ثم كنقلبوا على سيكوريتي. اذا ها هي سيكوريتي، ثم كننزلو للاسفل كنقلبوا على جيستيونير دو مو دو باس. اذا هي هذه، كنزلوا شويه للاسفل وكنلقاو جميع المواقع والتطبيقات التي قمنا بالتسجيل عليها. على سبيل المثال فيسبوك، عندي هنا كيف كتشوفوا 5 ديال الحسابات ديال الفيسبوك. اذا كما شفنا دابا معنا الجيميل هو هذا، والباسورد كذلك هو ظهر معنا. فقط كنضغطوا على هذه الايقونه وغادي يطلع لنا الباسورد ديالنا. اذا الحساب الاول، الحساب الثاني، الحساب الثالث، الحساب الرابع، اذا جميع الحسابات اللي عندك في التليفون. كذلك بزاف ديال المواقع، مثلا موقع هواوي، جوميا، ميديا فاير، مثلا ميديا فاير كذلك جوج الحسابات، كذلك موقع سامسونج، تويتر. تويتر كما نرى كاين 3 ديال الحسابات، الحساب الاول الثاني الثالث بالمودو باس بالايميل بكل شيء. كذلك موقع ويش، تطبيق عفوا تطبيق ويش، كذلك باسورد ظهر معنا، تويتر، كل شيء كيما نقول. كذلك ماي انوي، تطبيق ماي انوي. اذا كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وما تبخلوش علينا بجيم، شي تعليق اكتبوا لينا الاراء ديالكم. تهلاو.